جنين الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. دكتور يوسف مرحبا بك، ما الذي يحمله هذا البيان من جديد وهو صادر عن قادة الدول الثلاث ودعوة عاجلة إلى استئناف المفاوضات يوم الخميس المقبل؟ نعم، أنا برأيي هذا البيان هو بيان مهم صدر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الوسطين يعني المصري والقطري، وأنا برأيي جاء بضغوط واضحة من مصر وقطر على اعتبار أن الدولتين بذلا جهود كبيرة يعني في هذه المسيرة من العدوان على قطاع غزة منذ يعني 7 أكتوبر، وأنا برأيي في هناك غضب مصري وقطري على 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 دولة الاحتلال، لأنه يعني تم استنفاذ يعني كل الخيارات وبدا واضحا أن إسرائيل هي التي تقوم بتعطيل هذا المسار وتعطيل هذه الصفقة. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تجاوبت مع يعني الضغوط ومع المقترحات يعني المصرية والقطرية لإعادة يعني تفعيل الصفقة في مرحلة حساسة جدا، وخاصة أننا مقبلين على انزلاقات إقليمية في ظل أزمة واضحة ما بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل يعني من جهة أخرى، وبعد خطاب نتنياهو الناري في الكونغرس الأمريكي وكيف أصبحت يعني إسرائيل والقضية الشرق الأوسط جزء من الحسابات الانتخابية. لذلك أعتقد أن الحزب الديمقراطي في هذه المرحلة بحاجة إلى هذا المسار التفاوضي حتى يستطيع أن يلملم كل قواعده الانتخابية وحتى يتعامل مع الغاضبين داخل هذا الحزب من سياسات بايدن الداعمة لإسرائيل. لذلك يعني أعتقد أن هذه السياقات المحلية والإقليمية والدولية هي التي وقفت وراء هذا البيان، لكن واضح أن إسرائيل يعني ستبقى المعطل الرئيسي أمام أي جهد بهذا المسار. وماذا لدى الولايات المتحدة الآن دكتور يوسف من أوراق ضغط لدفع نتنياهو للقبول بهذه الصفقة، رغم أن رئاسة الوزراء أعلنت أنها ستوفد وفدا إلى القاهرة أو إلى الدوحة يوم الخميس المقبل لدى استئناف المفاوضات، لكن موقف نتنياهو ليس واضحا ويشمل الكثير من الغموض في هذه المرحلة. تعرفي من التجربة من تجربتنا مع إرسال إسرائيل الوفود سواء إلى القاهرة أو الدوحة، إرسال الوفد لا يعني يعني الوصول إلى اتفاقية أو فعلا مفاوضات جدية، هذه جزء من عملية إدارة المفاوضات وليس مفاوضات حقيقية، لأنه نتنياهو يرسل عادة يعني أحد يعني أقطاب مكتبه مع الوفد الذي يضم عادة الشباك وبعض المختصين بالمفاوضات. لذلك أعتقد يعني في هذه المرحلة الولايات المتحدة الأمريكية نقاط التأثير على إسرائيل أنا برأيي ما زالت يعني لا تمارس بالشكل الصحيح. أكبر نقطة تأثير في هذه المرحلة هي ضمانات الولايات المتحدة لإسرائيل من أي هجوم إيراني. تعرف يعني المرحلة مقبلة على مرحلة من المواجهة، إسرائيل لا تستطيع أن تصد هذه الهجمات خاصة إذا نسقت إيران مع حلفائها في لبنان وفي العراق وسوريا واليمن وغزة. لذلك أنا برأيي نقطة التأثير الكبيرة ضمانات أمريكية لإسرائيل بأن تكون جزء من هذه المواجهة وأن تبني تحالف يضم حتى بريطانيا وفرنسا لمساعدة إسرائيل في حال كان هناك هجوم يعني إيراني مباشر على إسرائيل، مقابل أن تتفاعل إسرائيل بشكل إيجابي مع الصفقة في قطاع غزة. ربما هذا ما يعني يؤكد دكتور يوسف ما ذكرته أو ذكره موقع إكسس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب كانت على علم مسبق بهذا البيان وهي مستعدة للذهاب إلى أي مكان من أجل إطلاق سراح المحتجزين، لكن ربما النقطة الأخيرة ليست صحيحة بما فيه الكفاية الخوف أو تجنب أي رد إيراني أو من حلفاء إيران في المنطقة. نعم، أنا برأيي نعم إسرائيل يعني الولايات المتحدة الأمريكية وضعت يعني كل يعني الشركاء بما في طبعا دولة الاحتلال كدولة معتدية على قطاع غزة بهذه يعني بهذه المشاورات وبهذه الاتصالات، وبتعرف إسرائيل حاليا بحاجة إلى هذه المظلة من الردع وهذا الدعم الأمريكي. إسرائيل أيضا متخوفة كثيرا يعني من هجوم شامل من لبنان ومن إيران ومن اليمن ومن بعض القواعد الأخرى، وأثبتت التجارب أن إسرائيل قدرتها بالتصدي للمسيرات ما زالت ضعيفة جدا. أمريكا تمتلك ربما الخبرات الأكثر، إسرائيل ربما قدرتها أكثر بالتصدي لبعض القذائف والصواريخ الباليستية، لكن المسيرات لا سيما أن إيران والحوثيين
وحتى حزب الله أدخل الكثير من التحسينات على هذه المسيرات، لذلك أعتقد هذه مقايضة. في هناك بارجينينج بمعنى نقف معكم في أي مواجهة مع إيران مقابل أن تتعاطوا بشكل إيجابي مع كل جهد أمريكي فيما يتعلق بالصفقة في قطاع غزة. الصفقة مهمة لأمريكا من أجل إرضاء يعني حلفائها وشركائها في المنطقة بما في مصر وقطر، ومهم من أجل أيضا اعتبارات انتخابية وأصوات يعني الغاضبين داخل الحزب الديمقراطي، ومن أجل أيضا الوصول إلى أصوات اليهود. لذلك هذه المقايضة ما زالت موجودة، لكن من غير الواضح هل ستستطيع الإدارة الأمريكية فعلا أن تؤثر على المواقف الإسرائيلية، وهل سيتحجج نتنياهو بأن الحكومة ستنهار في حال ذهب إلى هذه الصفقة. هذا ما ستكشف ربما الأيام القادمة. هل أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمن فيهم سموتريتش وبني غفير يعرفون هذه الحسابات المعقدة التي تتحدث عنها دكتور، سواء في الداخل الإسرائيلي أو حتى في الولايات المتحدة؟ في هؤلاء أقطاب يعني متطرفة، وفيهم الكثير من الشعبوية والدوغماتية، بمعنى ليسوا عقلانيين، هم يعني مشبعين بهذه يعني العاطفة وهذه الأيديولوجيا المتطرفة التي تقوم على قتل الفلسطيني وتجويعه وتعطيشه في قطاع غزة، وبالتالي هم يعني ليس عندهم استعداد حتى للدخول في هذه الحسابات يعني المصالحية التي تخص وأن نتنياهو أو إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يمثلون يعني أيديولوجية متطرفة، وبالتالي يتكئ عليهم نتنياهو عندما يريد أن يناوش الإدارة الأمريكية، وحينما يقول لهم أننا لا نستطيع أن نذهب إلى هذه الصفقة لأن الحكومة يعني يمكن أن تنهار، لكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنع ربما أحزاب المعارضة في إسرائيل أن توفر شكل من أشكال المظلة إلى نتنياهو؟ نتنياهو شخصية يعني عنده الكثير من الذكاء السياسي والنرجسية السياسية وقادر على إدارة الأزمات. فأنا بعتقد أن المشكلة ليست في سموتريتش ولا بن غفير، وإنما في السلوك السياسي لبنيامين نتنياهو، وبالتالي يجب أن يكون كل التركيز على 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 نتنياهو في هذه المرحلة، لأنه من مصلحته إدامة المعركة. هو يعتقد أن الإدارة الأمريكية ضعيفة غير قادرة على فرض رؤية في على يعني عملية السلام في المنطقة، لذلك يستغل ابن كبير وسموتريتش كشكل من أشكال الفزاعة من أجل عدم التجاوب مع هذه الجهود الحثيثة في المنطقة، سواء من قبل الأمريكان أو من قبل مصر وقطر. حتى الآن حركة حماس لم تعلن موقفها بوضوح من استئناف المفاوضات، ما الذي تتوقعه بشأن موقف الحركة؟ أنا أعتقد حماس لن تكون مشكلة. حماس يعني رغم يعني بعد اغتيال الشيخ إسماعيل هنية ووصول السنوار أيضا هو شخصية ذكية ويفهم العقلية الإسرائيلية، يعني دخل في صدامات معهم في السجون لمدة 23 عام، وهو يعرف السلوك السياسي الإسرائيلي، وهو يمثل حركة في الإسلام يعني في الإسلام السياسي المعتدل وجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، ومدرك تماما لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية. لذلك أعتقد أن حماس لن يكون هناك معها مشكلة، كما أن هناك تأثير مصري قطري أنا بعتقد على حماس بشكل إيجابي. حماس استفادت من التجارب القطرية والمصرية في المفاوضات والوساطة، وبالتالي لن تكون حماس جزء من المشكلة. المعضلة الرئيسية هي في بنيامين نتنياهو وفي دولة الاحتلال وفي الجناح المتطرف داخل هذه الحكومة، لذلك حماس ستتعاطى بشكل إيجابي مع كل مقترح. وأنا بعتقد حتى شخصية السنوار هو من قاد المعركة العسكرية وهو الموجود في أنفاق غزة، هو أكثر قيادي داخل حركة حماس قادر أن يتخذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بالصفقة والمسار السياسي، وبالتالي هو شبيه حتى بشخصية ياسر عرفات داخل حركة فتح وفي منظمة التحرير. شكرا جزيلا لك من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية.